بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنيره من آياتنا إنه هو السميع البصير. هنتحدث معكم الليلة في رحلة الإسراء والمعراج. سبحان الله، وهو تنزه الله سبحانه وتعالى بقوله عن جميع الأقوال، تنزه الله سبحانه وتعالى بفعله عن جميع الأفعال، تنزه الله تعالى بجميع الصفات عن جميع الصفات، بصفته عن جميع الصفات. أسرى بعبده أي أسرى بالرسول الله صلى الله عليه وسلم تسرية عن وفاة زوجته وعمه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة تسري عن وفاة زوجته، وهي رحلة الإسراء والمعراج. ومعانا النهاردة فضيلة الشيخ إبراهيم البحيري على أساس إن هو يوضح لنا رحلة الإسراء والمعراج وكيف نتعلم من رحلة الإسراء والمعراج. فضيلة الشيخ معانا، فضيلة الشيخ إبراهيم البحيري، عالم من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ بخير وسعادة، ونسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال. الله يعزك يا مولانا. بداية، هل علينا شهر عظيم ومبارك، شهر قطرت كلماته مداد من نور وبأحرف من ذهب؟ هذا الشهر حدثت فيه معجزتان عظيمتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، وهما معجزة الإسراء والمعراج. وكانت الإسراء والمعراج تسرية وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على أفضل الصلاة، ليريه مكانته ويريه مكانة دعوته ومكانة أمته، وأن منزلته عند الله عز وجل أعلى وأكرم سبحانه وتعالى. ولكن أحبابنا الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجته الحنون وبعد وفاة عمه سمى هذا الشهر بعام او هذا العام بعام الحزن. عام الحزن. وهنا درس نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وهو وفاء الزوج لزوجته. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار ويدخل على زوجته ويقول لا زملوني زملوني، فتقول له السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها، تقول كلا والله لن يخزيك الله ابدا. انظروا يا احباب، الزوج لما يدخل على زوجته، الزوجة تدخل السرور على زوجها، تقول له كلا والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. يا الله، دي وفاء الزوجة لزوجها، ده درس نتعلمه من هذه الرحلة. ثم بعد ذلك وفاء الزوج لزوجته. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته السيدة خديجة بيقول إيه بعد ما نصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ يقول والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليه رسول الله؟ قال آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. شوفوا أحباب، وفاء الزوج لزوجته ووفاء الزوجة لزوجها، هي دي المطلوب ان احنا نتعلمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة ومن رحلة والسلام. الإسراء والمعراج. ثم بعد ذلك وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، يقول والله ما نالت مني قريش شيئا أكره حتى مات عمي أبي طالب. شفت الوفاء يا أحباب وصلة الرحم، مع أنه كان مخالف للمنهج بخلاف دين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله ما نالت مني قريش شيئا أكره حتى مات عمي أبو طالب. ثم بعد ذلك ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج. ولذلك يا مولانا سمي هذا العام بعام الحزن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على زوجته وعمه. ثم بعد ذلك أراد ربك أن يسري عن رسول الله، فدي تسرية، فنسأل الله عز وجل أن يسري عنا جميعا ويدخل السرور والفرح علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم العربي جميعا إن شاء الله. ثم بعد ذلك نأخذ درس من دروس الإسراء والمعراج، وهو الأخذ بالأسباب. ده يعني أول درس يا مولانا. نعم. ده أول درس
نتعلمه في رحلة الإسراء والمعراج. الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. روى الإمام مسلم عن أنس من حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما أوتي إليه بالبراق وحمله، حمل النبي صلى الله عليه وسلم كي ينقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكما بدأت حضرتك في تلاوة الآية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لو سمحت يا مولانا تفضل. يعني هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة المنورة من المسجد الحرام؟ كان المسجد الحرام. من المسجد الحرام. كان في مكة. كان في مكة. ما كانش يعني في المدينة. لا كان في مكة. أتي إليه بالبراق وكي ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيوة. ثم تحقق الجزء الأول من المهم وهو الوصول برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم بربط البراق في حلقة من حلقات المسجد. قام بربطه. لماذا؟ أين أخذ بالأسباب؟ ما ينفعش إن أنا يعني ما أخذش بالأسباب، لازم ناخذ بالأسباب مع إن البراق مهمة معلومة. ثم التوكل على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها ثم توكل. فالمسلم الحق أو الإنسان المجتهد الناجح لابد أن يأخذ بكل الأسباب الممكنة في سائر أموره، ثم بعد ذلك يترك أمر النتيجة على الله سبحانه وتعالى. درس ثاني نتعلمه من رسول الله وهو استفتاح وترحيب. من المشاهد يا أحباب، وده أمر مهم جدا نحن نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، التي تكررت في السماوات السبع، ما رواه الشيخان من استفتاح الأمين جبريل عليه السلام للسماء. يعني شوف رئيس الملائكة يطلب بالإذن للدخول إلى السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، أي طلب فتح السماء، أي طلب الإذن أنه يدخل الإيه؟ السماء. فقيل يعني له من أنت؟ يعني يا مولانا كان بيرافق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الأمين جبريل في رحلته الإسراء والمعراج. نعم. فقيل أي طلب فتح السماء، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ودي الرواية، ولكن يا أحباب إحنا يجب علينا أن نتأدب عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل أحد الأئمة يا إمام ما الفرق بين من يقول اللهم صل على محمد وبين من يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ فقال الإمام من قال اللهم صل على سيدنا محمد فقد التزم الأدب مع رسول الله. إحنا محتاجين يا أحباب إن إحنا نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من أمين جبريل. فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه، يعني في إذن يا جماعة؟ قال بعث إليه. ففتح لنا، ما هذا الحوار العجيب حينما تتأمل وتفكر إن جبريل عليه السلام يطلب الإذن بالدخول للسماء مع أنه رئيس الملائكة. يعني ده الدرس الثاني اللي بنستفيده من من تعاليم رحلة الإسراء والمعراج، هو الاستئذان عند الدخول. نعم. يعني ومع ذلك لم يمنعه أن يقتحم السماء بلا إذن، لأن الاستئذان من أداء من الأخلاق الإسلامية. وكثير من الأسر إلا من رحم الله نسيت أداب الاستئذان عند اختلاطها، فتنكشف العورات وتنتهك الحرمات. نتعلم من رسول الله. ثم بعد ذلك درس حينما أطلب الاستفتاح، فحينئذ يكون هناك ترحيب من المشاهد التي تكررت في السماوات، ما رؤية من الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مر عليهم كانوا يهنئون بالقرامة قائلين أبشر يا محمد. شوفوا يا جماعة الخير في الأمة، جميع الأنبياء بشروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا محمد. ليه؟ فإن الخير فيك وفي أمتك إلى يوم القيامة، مع الدعاء له بالخير. يعني كل الأنبياء بيدعوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيدعوا للأمة وبالاستبشار. كذلك يا أحباب إن ربنا سبحانه وتعالى قادر. إزاي قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ وهو درس نتعلمه أيضا اسمه الاطلاع على قدرة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون ولن تعجزه، لن يعجز عن حمل بشر إلى عالم السماء وإعادته إلى الأرض في رحلة ربانية، في معجزة لا يعرف كيفيتها بشر. فالله سبحانه وتعالى انظروا بقى لقدرة ربنا،
أنزل الله عز وجل عبدين من السماء إلى الأرض. مين هم؟ أنزل الله عز وجل نبينا آدم عليه السلام وزوجته قادر، قلنا اهبطوا منها جميعا. ورفع الله عز وجل عبدين إلى السماء. رفع الله عز وجل إدريس عليه السلام، نبينا إدريس، قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. ورفع الله عز وجل عيسى عليه السلام في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك علي. فكيف نستكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرج به مولاه، ونحن نقرأ في كتاب الله أن الله عز وجل وهب عبدا من عباده القدرة على نقل عرش ملكة سبأ من جنوب اليمن إلى أرض فلسطين في طرفة عين. قال تعالى في القرآن الكريم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. قادر ولا مش قادر يا أحمد؟ قادر سبحانه وتعالى. قادر سبحانه وتعالى. الذي عنده علم من الكتاب. نعم، ده بشر مش نبي، ده بشر. تخيل سبحان الله، فما بالك بقدرة الله. حينما تريد أن تتواصل مع إنسان في دولة أخرى بالتليفون، مش دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ ده إدارة اسمه الاطلاع على قدرة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. كذلك يا أحباب، درس في الاعتصام بقدرة الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وجاء من الرحلة وقال للسيدة أم هاني رضي الله تعالى عنها والله لا أحدثنهم، يعني هخرج أبلغ قومي إن أنا شفت الرحلة كذا وكذا وكذا فسأخبرهم وإن كذبوني. فالسيدة أم هاني تمسك بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إن القوم سيكذبونك، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على إنصاف أنبيائه ورسله سبحانه وتعالى. لما يقول حينما ولذلك يا مولانا أول من صدقه سيدنا أبو بكر الصديق. ولذلك نعم. سمي الصديق. نعم، ولذلك لما قالوا يا أبا بكر انظر إلى صاحبك يدعي أنه ذهب إلى بيت من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب له أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. حينما طلبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف عليه الصلاة والسلام بيقولوا له بقى طب أنت يعني رحت بيت المقدس اوصفه لنا. أشوف التواضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ولم يكن قد رآه من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شافش البيت المقدس، يعني الرؤية بالليل تختلف عن النهار. فيقول فأصابني كرب لم أصب بمثله قط. يا الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتهم بالكذب، ولكن حاشا لله أن يترك الله عز وجل أولياءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجل الله لي يا مولانا استاذنا. ممكن نطلع فاصل كده ونرجع تاني ان شاء الله باذن الله هنكمل مع حضرتك الاستفاضه اللي حضرتك بتكلم فيها. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ إبراهيم البحيري عالم من علماء الأزهر اللي بيكلمنا عن رحلة الإسراء والمعراج. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ معنا؟ أيوة معاكم. حضرتك أنا عايز بعض الأدعية المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج. هو الدعاء مفتوح لأي وقت، أي وقت. في أدعية مستحبة مثلا حضرتك يعني على أساس إن احنا نختم بها المكالمة اللي حضرتك أسلكت قلوبنا بالحديث عن الإسراء والمعراج؟ نعم، هو الدعاء ده رزق الله عز وجل للعبد. حينما يفتح الله عز وجل يشرح له صدره. لذلك يقول لما سئل الإمام علي بن أبي طالب يا إمام ما المسافة التي كم تبلغ المسافة ما بين السماء والأرض؟ قال دعوة مجابة. فإحنا هنقول بعد ما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما جعلت ليلة الإسراء والمعراج ليلة دخول الفرح والسرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن، اللهم إنا نسألك أن تغسل أحزاننا وأحزان أحبتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وأعزنا ولا تذلنا، وعافنا واعف عنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل في وجوهنا نورا، وفي قلوبنا نورا، وفي بيوتنا نورا.
ورب لنا أولادنا واطرد الشيطان من بيننا وألف ما بين قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا واكفنا شر ما أهمنا وما أغمنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وخير ختام يا مولانا، اللهم صل وسلم وبارك على أفضل خلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وشكرا يا فضيلة الشيخ. كان معنا فضيلة الشيخ إبراهيم البحيري، عالم من علماء الأزهر الشريف. وزي ما نكمل حديثنا عن ليلة الإسراء والمعراج، الليلة اللي أسرية فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرية فيه تسرية عن وفاة زوجته وعمه، وسمي هذا العام بعام الحزن، عام الحزن الذي كافأ ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أخذه إلى الذات العلية تحت بساطه، تحت بساط ربنا سبحانه وتعالى. ليلة الإسراء والمعراج كلنا بنحتزي ونبتهل فيها بالدعاء والأدعية الدينية، ونتوصل إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستجيب مننا، نكون في صفاء ونية صافية ما بيننا وما بين ربنا سبحانه وتعالى، كي يزيح ربنا سبحانه وتعالى عنا الوباء والبلاء، وياخدنا إلى تقدم من أفضل إلى أفضل. إحنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيئ لنا قيادة حكيمة وقيادة مرشدة، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، إن جعلنا في الوقت المناسب اللي ياخد بإيدين مصر من معترق الظلمة إلى معترق النور. ربنا سبحانه وتعالى يا رب في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، يسوي ما بين قلوب الناس، يصفي قلوب الناس، ويجعل ما بينهم مودة ورحمة وخلق حميدة، يجعل ما بيننا الود والمحبة، عدم قطع صلة الرحم، حبنا في الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعانا مداخلة من الأستاذ محمد رضا منشد ديني. أستاذ محمد، معانا الأستاذ محمد رضا منشد ديني، ياريت حضرتك تسمعنا أن حضرتك من الإبتهالات الدينية عن ليلة الإسراء والمعراج، ياريت نسمع من حضرتك حاجة. أهلا ومرحبا بك في برنامج. أهلا بك يا فندم، وأهلا بكل المشاهدين والمستمعين. اتفضل يا فندم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سدرة المنتهى جبريل أو الصلاة. عليه أفضل الصلاة والسلام. لسدرة المنتهى جبريل أوصله، لسدرة المنتهى جبريل أوصله، عليه افضل الصلاة والسلام. والنور بالسر يا يوم من تلاوة
اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا مولانا فضيلة الشيخ في هذه الابتهالات الدينية. وهنطلع مع حضراتكم فاصل ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل لنتحدث سويا عن رحلة الإسراء والمعراج، لنتكلم فيها عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي الذي لابد أن نأخذ تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ونسري عليها في الصلاة، لأن الصلاة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج. الصلاة عماد الدين، إذا أقمتها أقمت الدين كله. الصلاة الذي فرضت في الإسراء والمعراج وهي خمس صلوات. الخمس صلوات بتوعنا دولت يا جماعة المفروض إن احنا نحافظ عليهم. الخمس صلوات بتوعنا دولت اللي فرضت في الإسراء والمعراج كانت خمس صلوات بخمسين صلاة. ومعانا مداخلة تانية من الأستاذ أحمد باغا. أيوة. ألو. معانا الأستاذ أحمد. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإحنا بنتحدث حضرتك النهاردة. أستاذ سيد. أهلا وسهلا. بنتحدث حضرتك النهاردة عن رحلة الإسراء والمعراج. أهلا وسهلا. أيوة تمام يا فندم. يا ريت حضرتك يعني تكلمنا عن رحلة الإسراء والمعراج كده. تمام. أنا اسمح لي بس حضرتك أتناول الرحلة بمنظور مختلف شوية. اتفضل. يعني طبعا فضيلة الشيخ تكلم عن الرحلة وعن تفاصيلها ومشايخنا الكرام كلهم اتكلموا عنها باستفاضة. اتفضل. فأنا عايز أتناول بالرحلة بشيء من الخبرات الدروس المستفادة من الرحلة. اتفضل. ففي البداية طبعا أنا الرحلة دي تعتبر اسمها رحلة العجائب. اتفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما في البداية خالص بعد وفاة عم أبو طالب وبعد وفاة زوجته السيدة خديجة وعام الحزن اللي الرسول وحالة الحزن الكبيرة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عاش فيها،
ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يرفع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فعمل له التسريع. التسريع هنا معناها التخفيف عن الرسول، تخفيف الحزن عن الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الحزن. طب ليه بقى الرحلة جت في الوقت ده يا أستاذ سيد؟ لأن أثقل الأشياء على قلب الإنسان هي الحزن والهم. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام وصل للمرحلة دي من الحزن ومن الهم، ربنا أراد إنه يفرج عنه. وده أول حاجة نقدر نستفيد منها، إن النهي، ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الحزن في آيات كتير من القرآن الكريم. يعني مثلا السيدة مريم في عز أزمتها وفي عز همها، ربنا بيقول لها إيه للسيدة مريم؟ كلي واشربي وقري عينا، يعني ابعدي عن الحزن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب الحكيم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني نحمد ربنا على نعمة كبيرة جدا اسمها إبعاد الحزن. ربنا سبحانه وتعالى برضو بيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. فأول حاجة بنستفيد منها من رحلة الإسراء والمعراج إن احنا نبعد عن الحزن قدر المستطاع. رقم اتنين، جبر الخاطر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان زعلان في عام الحزن، ربنا أراد إن يجبر بخاطره وإن يطيب خاطره وإن يرفع عنه. فإحنا نستفيد بقى هنا في الحتة دي معانا إحنا مع بعضنا كشعب، كأمة، كأسرة، كعائلة، كجيران. جبر الخاطر، جبر الخاطر هنا في المعاملات، بيبان في المعاملات. جبر الخاطر بيبان مع الغريب ومع القريب، يبان مع أولادك، يبان مع زوجتك، يبان مع جيرانك، يبان مع أصدقائك. فعبادة جبر الخاطر لها مذاق خاص. حتى علماء النفس قالوا في جبر الخاطر إن بيدي طاقة إيجابية للإنسان بتنعكس عليه في حياته وعلى المجتمع اللي هو عايش فيه كلية تانية. تالت حاجة بنستفيد منها إن الرحلة اتفرد فيها أعظم الأعمال إلى الله وأعظم العبادات إلى الله، زي ما حضرتك ذكرت وزي ما فضلت الشيخ ذكر، وهي الصلاة. الصلاة، ويعني الصلاة هنا من أعظم العبادات. لي الصلاة هي الفرض الوحيد الذي فرض في السماء، يبقى هنا بنبين هنا أهمية فريضة الصلاة. الصلاة ليه حاجة مهمة أستاذ سيد؟ اتفضل يا فندم. لأن الصلاة هي الفرض الذي لا يسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال إلا سواء في حالة المرض أو سواء في حالة، في جميع الحالات المفرض، قال له حتى لو هتجري أرقان الصلاة على قلبك. الفقير يسقط عنه الزكاة، والفقير يسقط عنه الحج، والمريض يسقط عنه الصيام، لكن لا أحد يسقط عنه الصلاة. فهنا بتبين الرحلة، بتبين أهمية فريضة الصلاة. الاستفادة اللي بعد كده هي الاطلاع على بدائع صنع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بديع في خلقه. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف كل هذه المعجزات ويصفها لنا، فبالتالي هنا الإبداع في خلق ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الـ 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 الأهمية الجميلة قوي في الرحلة مكانة المسجد الأقصى في الإسلام يا أستاذ سيد. ربنا يفك أسر المسجد الأقصى إن شاء الله. آمين يا رب. آمين يا رب. مكانة المسجد الأقصى في الإسلام وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين، دي هنا الرحلة بتبين قد إيه إن الإسراء لما تم إلى المسجد الأقصى وتم منه المعراج من المسجد الأقصى، فهنا مكانة المسجد الأقصى. برضو الرحلة، الرسول عليه الصلاة والسلام أم جميع الأنبياء في هذه الرحلة. جاي لحضرتك بالضبط. بالضبط دي اللي أنا جاي لها حالا. يعني لما روحنا المسجد فهنا بيبين لنا أن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام كان إماما للأنبياء والمرسلين بالفعل. لما صلى بهم بالأنبياء ركعتين بجميع الأنبياء، فهو إماما للأنبياء والمرسلين. وفي الصلاة دي أستاذ سيد واجتماع الأنبياء في المسجد الأقصى، نبص لها احنا من زاوية تانية، وهي إيه بقى يا أستاذ سيد؟ أن أصل الدين واحد وهو التوحيد. تعدد الأنبياء جميعهم وأصل الدين هو التوحيد. مفيش أي دين ولا أي رسالة نزلت إلا
وتدعو إلى التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهنا أصل العبادات هي التوحيد. بعد كده برضو الرحلة بتبين لنا أن الإسلام هو دين الفطرة. دين الفطرة، إحنا فطرنا على الإسلام. الإنسان بيولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. والدليل أن لما سيدنا جبريل عليه السلام قدم للرسول عليه الصلاة والسلام الماء والخمر واللبن، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار اللبن فشربه، فقال جبريل: هديت إلى الفطرة اللي هو الإسلام. تمام. بعد كده برضو الرحلة بتبين لنا فضل ومكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أم الأنبياء في المسجد. ده فضل، ده مكانة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث وبرضو المكانة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم هنا باينة في حاجتين: مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء. مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأرض لما أم الأنبياء، ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء لما وصل إلى سدرة المنتهى، لما لم يصلها ملك ولم يصلها نبي قبل كده، قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. وما قول سيدنا جبريل: لو تقدمت أنت يا رسول الله لاخترقت، ولو تقدمت أنا لاحترقت. تمام. ولكن الرسول عليه السلام هو الوحيد اللي وصل إلى سدرة المنتهى. يبقى هنا بنبين مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام في السماء، وإمامة الرسول عليه السلام للأنبياء، برضو بنبين مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأرض. انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة أو مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، وهنا عين اليقين أكثر من علم اليقين. علم اليقين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقعد مع الصحابة ويوصف لهم الجنة، ده علم يقين جاي من ربنا. إنما عين اليقين بقى إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا لما شاف الجنة وشاف نهر الكوثر وقعد يوصف لهم ما لا عين رأت وما عين سمعت وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا وما خطر على قلب بشر، فده اسمه عين اليقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شاف فبلغ بيه. إن الرحلة كانت فتنة لكثير من الصحابة، ولم يثبت إلا قليل من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق الذي سمي الصديق في هذه الرحلة كما تعلمنا من مشايخنا الأفاضل. فهي فتنت ناس كتير طبعا ما عدا الصحابة اللي على حق. يعني اللي برضو في حاجة مهمة في الرحلة إحنا محتاجين إن إحنا نتعلمها، وهي الاستفادة من الخبرات السابقة، وده إحنا محتاجينها في شغلنا ومحتاجينها في حياتنا. لازم يا جماعه نستفيد، لازم تعاقب الاجيال ده يستفيد من بعضه. مفيش حد لازم نبدا من حيث انتهى الاخرين، ما ينفعش نقعد نبدا من الاول، كل واحد يبدا من الاول. الاستفاده من الخبرات السابقه ده ظهر قوي لما في الرحله، لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امر ب50 صلاه، فذهب الى سيدنا موسى، فسيدنا موسى بخبرته قال له ان ده هيبقى تقيل على الامه، مش هتقدر تستوعب ده، او هيبقى ثقيل، فربنا خفف عنه 10 ثم 10 ثم 10 حتى فرضت الخمس صلوات يا استاذ احمد. أيوة. في اخر لقاء يا استاذ احمد، للاسف انا الوقت بتاعنا انتهى، وأنا بشكر حضرتك على المداخلة، وحضرتك أفضت واستفضت، ونشكر حضراتكم جميعا على وجودكم معنا في ليلة الإسراء والمعراج في برنامجنا مساءكم عندنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.